احنا في الطبيعي في ناس كتيره قوي مش ملتزمه بالعبادات، بتيجي في رمضان تلتزم جدا. مظبوط. خلاص، فاحنا عندنا بؤره الطاقه في الكره الارضيه الكعبه. خلاص، فالكعبه دي اصلا بتطلع طاقه نورانيه لوحدها. فتخيلي بقى كم الناس اللي عمال يصلي في اوقات مختلفه في اليوم على حسب بلده، فتخيلي الطاقه مستمره قد ايه في اليوم. لان انت مسافه ما توجهتي للقبله خلاص استمدتي طاقه نورانيه من الكعبه. ده اول حاجه. سبحان الله. فتخيلي بقى كل صلاه في ميعادها، واحنا بنبقى ملتزمين قوي مزبوط. في رمضان، والجوامع بتتملي، فتخيلي الطاقه بتاعه البلد عامله ازاي. الشياطين والطاقه الناريه مصفده. مظبوط. طالما مصفده، طب اللي احنا بنشوفه في الشوارع ده ايه؟ دي طاقتك انت، طاقتك السلبيه انت، اللي انت معرفتش تمسكها وتصوم عنها. معرفتش تمسكها وتصوم عنها. فانت مش مطلوب تصوم على الاكل والشرب، لا، انت مطلوب تصوم لسانك عن اذى الناس، تصوم عن الناس. مش تعتزل، لا، تصوم عنهم. يعني ايه؟ تبعد النم، الغيبه، اللوكلوك، عيني في حياه غيري، الكذب، كل حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها. انا مش عايزه اكررها عشان ايه ما تتحطش، بس لا، احنا بنتكلم بقى، احنا عايزين كل الحاجات الحلوه، من الصدق، من صله الرحم، من الاحسان. فده شهر الاحسان زي ما بيقولوا، شهر الاحسان. واكتر حاجه ممكن تعملها والطب بتاع الاحسان التسامح، انك تسامح نفسك قبل ما تسامح غيرك. لانك لو دربت نفسك على التسامح في الشهر ده بالذات، انت قلبك اللي هيهدى. لان انت لما ما بتسامحيش حد بيفضل نغز، عارفه كده، عامله زي الحاجه الشوكه اللي عماله تغز في قلبك كده وتوجعك، عشان انا مش مسامحه فلان، او انا عماله اانب في ضميري ان انا عملت وعملت وعملت، وتفضل تنغز فيكي كده. فاول طاقه نور هنستمدها طاقه التسامح، ان انا اسامح نفسي واسامح غيري. مش اسامح غيري عشان هو يستاهل السماح، عشان انا استاهل الشوكه دي تتشال من قلبي، انا اللي استاهل، مش هو اللي يستاهل. هو كده كده حقي هيجيلي. انا دعوتي انا كواحده مظلومه، انا بحبك قوي وانا كمان، فاهمه ازاي؟ فالناس بس لو تاخد الدعوه بتاعت دعوه المظلوم مستجابه لنفسها، ما تدعيش على غيرها، تاخدها لنفسها، يعني هي اولى بالدعوه. بدل ما ادعي على فلان، طب ما ادعي على نفسي، ادعي لنفسي انا، انا اولى بالدعوه دي المستجابه دي، انا اولى بيها. وكده كده حقي تالت ومتالت جاي لي، ما هو العدل الحق جايب لي حقي، جايب لي حقي، صح ولا غلط؟ صح. اجلا ام عاجلا جايب لي حقي. يبقى انا بقى اولى بنفسي بالدعوه دي، ان انا استجيبها لنفسي، اقول حاجه نفسي فيها قوي. مش يا رب هات لي حقي منه. طب انا استفدت ايه بقى هو لما اتضر؟ شفيت غليلي، ايوه، استفدت ايه؟ اديني ايكوال، ادي نتيجه ايه؟ صح. خدت ايه افاده؟ ولا حاجه.